هناك أمر ربما لا يلتفت إليه كثيرون، من أننا لا نعرف الإجابة الحقيقية على أكثر أسئلتنا. ما نعرفه من الإجابات التي تكون قريبة من أجواء الحقيقة، عدد تلك الإجابات قليل جدا بالقياس إلى ما نجهله، بالقياس إلى ما نجهل من إجابات على أسئلة كثيرة قد نسألها نحن وقد يسألها الآخر. وفي الحقيقة هذا السؤال من هذه الأسئلة التي نجهل الإجابة الحقيقية عليها. أنا أعرف ماذا يجيب المراجع الدينيون وماذا كتب في كتب التفسير وفي كتب علم الكلام، لكنني لا أريد أن أجيب بتلك الأجوبة التي هي في مستوى الإسكات، إسكات لمن؟ للسائل المتدين، إسكات للسائل الذي لا يملك الحرية في أن يعترض. أما في زماننا هذا الناس تمتلك الحرية الكاملة في أن تناقش، في أن تعترض، في أن تفرع الإشكالات على إشكالات متقدمة. زماننا يختلف عن الأزمنة السابقة. في الأزمنة السابقة حين يسأل سائل ربما يكون الجواب بنهره، ينهر عن السؤال وهو يقتنع بهذا النهر. وإلى الآن رجال الدين في النجف وفي غير النجف بحكم تخلفهم وبحكم العقلية المتحجرة المسيطرة على الواقع الديني، إلى الآن يجيبون كثيرا من الناس بالنهر. ربما كان هذا الجواب مقنعا في يوم من الأيام، ولكن في زماننا هذا ما هو بجواب؟ قد يكون الجواب في بعض الأحيان هو لعب بالألفاظ والكلمات أو حشد للمصطلحات لإيهام السائل من أنه ليس قادرا على فهم هذه المضامين العالية، وهي خدعة يقوم بها رجال الدين في أن يضخوا عددا من المصطلحات التي لا يعرف معناها السائل، وما بين هيبة رجل الدين والتقديس والجهل والمصطلحات فتضيع الحقائق. أنا أجيب الأخ العزيز السائل من أن هذا السؤال لا أملك له جوابا حقيقيا. قد يمكنني أن أقول من أن المسائل الدينية منها ما يرتبط بعالم الشهادة، بعالم الطبيعة، ومنها ما يرتبط بعالم الغيب. المسائل التي ترتبط بعالم الشهادة وعالم الطبيعة هذا العالم المحسوس الذي نعيش فيه ونتحرك فيه، مداركنا يمكنها أن تتواصل مع هذا العالم إن كان ذلك عبر الحواس أو كان ذلك عبر الوجدان أو كان ذلك عبر العقل. فهذه بوابات إدراكنا في التواصل مع العالم الذي نحن نعيش فيه. إننا
نرتبط بهذا العالم إما عن طريق حواسنا، وإما عن طريق وجداننا، وإما عن طريق عقولنا. وعن طريق الملاحظة والمراقبة والمتابعة يمكننا أن ندرك الكثير من الحقائق عبر التفهم وعبر التدبر وعبر التفكر. لكن حين تكون المسائل مرتبطة بعالم الغيب، فهذه البوابات التي من خلالها نتواصل مع عالم الشهادة لا تستطيع أن تتواصل مع عالم الغيب. وهنا إما أن يكون التواصل مع عالم الغيب عن طريق الإيمان، والإيمان غير العلم، العلم شيء والإيمان شيء، قد يلتقي الإيمان مع العلم وقد لا يلتقي الإيمان مع العلم. إنني أتحدث عن علمنا المحدود، لا أتحدث عن العلم الإلهي المطلق، أتحدث عن العلم البشري المحدود. العلم البشري المحدود له سنخيته الخاصة، له طبيعته الخاصة. أما الإيمان فإنه باب من أبواب الإدراك، لكنه لا يرتبط بالحواس ولا يرتبط بالعلم ولا يرتبط بالوجدان في جميع الاتجاهات. قد يلتقي الإيمان مع نتائج الحواس، وقد يلتقي الإيمان مع نتائج الوجدان، وقد يلتقي الإيمان مع نتائج العقل والعلم. لكن الإيمان حينما يتسامى فيكون بمستوى البصيرة، فإن البصيرة باب من أبواب الإدراك يتواصل الإنسان بها مع عالم الغيب. نحن نملكها لا نملكها هذا شيء آخر. هذه المضامين نحن نحيط بها علما إجماليا من خلال إخبارات رجال الغيب لنا، ورجال الغيب هم محمد وآل محمد فقط. فحينما نتواصل مع عالم الغيب، إما أن نتواصل عن طريق البصيرة وهذه لا يملكها كل أحد، وإما أن نتواصل عن طريق إخبارات رجال الغيب، مع ملاحظة أن البصيرة هي فيض ولطف صادر من رجال الغيب وبتأييدهم وتسديدهم ولطفهم، ومن دون تأييدهم وتسديدهم ولطفهم فلا بصيرة ولا هم يحزنون. وما يتصوره العرفاء من بصيرة من دون هؤلاء، من دون رجال الغيب الحقيقيين، وليس من الشيعة أو من متصوفة المخالفين، إنما هو خيال ووهم ومساحة يعبث فيها الشيطان بكل قدرته وطاقته التي يستطيع بها أن يضلل الإنسان وأن يعبث فيه ما يعبث. تواصلنا مع الغيب إما عن طريق البصيرة والتي هي لون من ألوان التسديد والتوفيق منهم، من إمام زماننا صلوات الله عليه، أو بالاعتماد على ما أخبرونا به. وهنا نحتاج إلى التسليم، أن نسلم لإخباراتهم. لا نستطيع أن نتواصل مع الغيب بالوسائل التي نتواصل بها مع عالم الشهادة ومع عالم الطبيعة. المشروع المهدوي أين يذهب بنا؟ المشروع المهدوي يذهب بنا
إلى أن يفتح الأبواب بين عالم الشهادة وعالم الغيب. الأبواب فيما بيننا وبين عالم الغيب مغلقة، الطريق إليها البصيرة التي هي منحة وعطاء وهبة من إمام زماننا، أو من خلال إخباراتهم، من خلال ما علمونا، من خلال حديثهم. وهنا نحتاج إلى التسليم، إلى الإذعان، إلى إخبات القلوب في تلقي ما فاضت به شفاههم المقدسة. هذه المسألة، لماذا خلق الله إبليس؟ لماذا خلق الخلق الذي يعلم أنهم سيذهبون إلى جهنم؟ أصلا لماذا خلقنا؟ هذا السؤال هل له من جواب؟ ليس له من جواب. ما جاء من أجوبة في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث المعصومين، هذه الأجوبة تأتي في سياق الإيمان للذي يؤمن وللذي أخبت قلبه بالإيمان، فإنه يتحسس هذا المعنى من أن الله خلقنا لعبادته، خلقنا لمعرفته. إذا كان الإيمان قد أحاط بنا وتشبعت قلوبنا بالإيمان، نتحسس هذه المعاني. أما إذا أردنا أن نتناول هذا الجواب بلحاظ البحث العقلي الصرف، فإن سؤالا سيطرح نفسه: وما حاجته لأن نعبده؟ وما حاجته لأن نعرفه؟ ما الحاجة في ذلك إذا كان الهدف من خلقتنا كي نعرفه، كي نعبده؟ إذا أردنا أن نناقش القضية نقاشا عقليا صرفا بعيدا عن الإيمان، لا نملك جوابا. فما حاجته لأن نعبده؟ ولماذا يريد منا أن نعرفه؟ أساسا هو ليس محتاجا لخلقنا. هذه المضامين التي وردت في الكتاب الكريم والتي وردت في أحاديث العترة الطاهرة تأتي في سياق القلوب التي تواصلت مع الغيب لا عن طريق الحواس ولا عن طريق الوجدان الدنيوي ولا عن طريق العقل الصرف الرياضي، إنما تأتي في سياق الإيمان الذي تخبت فيه وله القلوب، وهذا لا يتحقق عند الجميع. لذا قلت من أن هذا السؤال إذا كان السائل يبحث عن إجابة بمستوى الإجابات الرياضية أو بمستوى الإجابات الفلسفية القطعية، إنني لا أملك جوابا على ذلك. قد يسأل السائل: أما تسأل نفسك هذا السؤال؟ طبيعي أن هذا السؤال سيرد في ذهني، خصوصا وأنا شغلي في هذه الأجواء، بل كل إنسان يرد هذا السؤال في ذهنه. إذن ما هو الموقف؟ هل الموقف أن نقول من أننا لا نملك جوابا؟ هذا جزء من الموقف. في التربية الدينية وفي المذاق الديني وفي الجو الديني هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة التي لا نملك الإجابة الفلسفية القطعية عليها، لا نملك الإجابة الرياضية عليها، لكننا نتواءم معها نفسيا. أنا لا أجد إشكالا
في هذا الموضوع، لأنني بحكم تربيتي الدينية أتوائم نفسيا مع هذا السؤال. فأنا أعتقد من أن الإله الذي يسيطر علي وعلى كل شيء إنه إله حكيم، وأنا أجهل هذه الحكمة، أسلم لحكمته، وما يصل إليه عقلي وما وصلني من معلومة دينية إنما هي بحسبي. فهناك عملية موائمة نفسية مع هذه الأسئلة، وإلا فإننا لا نملك جوابا عليها. إنني أتحدث عن الجواب الفلسفي القطعي النهائي الذي لا تتفرع عليه أسئلة أخرى. كثير من الأسئلة نحن نتعايش معها على أساس الموائمة النفسية، فلا تسبب لنا إشكالا. يمكنني أن أقول إن 90% من الأسئلة الدينية نحن لا نعرف أجوبتها، وإنما نتوائم نفسيا معها. أعتقد أنكم تتفقون معي في هذا، لا تختلفون معي في أنكم أنتم أيضا تتوائمون مع 90% إن لم يكن أكثر من ذلك، الذي أعتقده أن النسبة أكثر من ذلك. وإنما لا أريد أن ينظر إلي المتلقي أنني أبالغ في الأمر. ما أعتقده أن 99% من الأسئلة الدينية نحن نتعامل معها على أساس الموائمة النفسية، لا نملك لها أجوبة فلسفية قطعية، لا نملك لها أجوبة في المستوى الرياضي، وهذا هو جزء من حاجتنا لإمام زماننا، وهذا هو جزء من حاجتنا للمشروع المهدوي، لأن المشروع المهدوي هو الذي سيفتح أبواب عالم الشهادة على عالم الغيب، وحينئذ سندرك كثيرا من الحقائق، وهذا هو الذي تشير إليه الأحاديث من أن المرأة ستكون فقيهة قاضية في بيتها. لماذا؟ قطعا أخذ ذكر المرأة هنا مثالا. لماذا؟ لأن النساء في زمان الأئمة ما كنا في أجواء طلب العلم والدراسة، لا من جهة نظرة دينية، وإنما من جهة الواقع الاجتماعي والواقع القبلي والعشائري والأعراف التي كانت حاكمة آنذاك. المرأة التي لا تتواصل مع البحث والدرس ستكون فقيهة، ستكون عالمة، ستكون قاضية، إنما يأتي هذا بعد التكامل العقلي. أليس الإمام يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع بذلك عقولهم وأحلامهم؟ وما يتفرع على هذا من تطور ومن تقدم ومن التقاء بين عالم الشهادة وعالم الغيب. في تلك المرحلة يمكننا أن ندرك كثيرا من الأجوبة التي هي في الحقيقة تدور مدار الغيب. أما في هذه المرحلة إننا لا نملك أجوبة حقيقية، وكاذب هذا الذي يريد أن يقول للناس من أننا نملك الأجوبة الحقيقية. إننا ربينا بهذه الطريقة، بطريقة الموائمة النفسية مع هذه الأسئلة، فلا تسبب لنا إشكالا. الذين وفقوا ووصلوا إلى مستوى البصيرة في الإيمان إنهم يدركون جانبا من أجوبة هذه الأسئلة
لا من خلال العقل ولا من خلال الوجدان الدنيوي العادي الذي يتعامل به الناس في معاشهم اليومي، ولا من خلال الحواس الطبيعية المحدودة، وإنما من خلال البصيرة، هذا الذي أشير إليه من أن المؤمن ينظر بنور الله. النظر بنور الله إنما هو في مستوى البصيرة لا بحسب الفهم الشائع في أوساطنا لمعنى هذه الكلمة من أن المؤمن ينظر بنور الله، إنما ينظر المؤمن بنور الله متى؟ حينما يحل النور في قلبه. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ذلك النور هو الذي يتحدث عنه باقر العلوم مع أبي خالد الكابولي: والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أضوأ وأنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. إذا وصل الحديث إلى هذا المستوى حينئذ نستطيع أن ندرك هذه الحقائق، أما الإجابة القطعية ففي الحقيقة أنا لا أملكها، وأجد العذر لهذين المرجعين اللذين سألهما هذا السائل وكان جوابهما بحسب السائل كما عبر عن جوابهما تمشية حال. في الحقيقة الذي أملكه هو هذا البيان الذي أشرت إليه بنحو موجز، أتمنى أن يكون نافعا ومفيدا للسائل العزيز.